مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم ضربة في البالون، البرنامج الاسبوعي الكروي اللي ياتيكم كالعاده على المباشر عبر النوميديا، واللي فيه نعود ونناقش كذلك اهم المواضيع الملفات والقضايا اللي تخص كره القدم الجزائريه طيله الاسبوع، كل هذا مع جمله من الضيوف، جمله من المحللين تاعنا. نرحب بضيوفنا كما جرت العاده قبل كل شيء، اللي شرفنا اليوم السي عمار بهلول، عضو المكتب الفيدرالي والرجل القوي في الاتحاد الجزائري لكره القدم، مرحبا بك. شكرا على هذه الدعوه، وتحيه للزملاء اللي معنا، اللي ربما عندنا مده ما تلقيناش بها من منذ كاس افريقيا، خاصه مجدي عنده 20 سنه وحنا ربما 15 سنه باش ملي تفارقنا مقابله تاع النهد نهد الكاب نهد الكاب عاود الملاقات في برنامج ضربة في البالون. حقيقة صدفة ربما صدفة خير من والله غير صح. مجدي الكردي نرحب بويه، مجدي الكردي المدرب السابق لنصر حسين داي وعديد الأندية التونسية والليبية اللي شرفنا هو كذلك في عدد اليوم، مرحبا بك مجدي. أهلا وسهلا وشكرا للاستضافة. نضم كلامي لكلام سي عمار، أول حاجة راني فرحان بالجماعة اللي تلاقيتهم. احنا فرحانين بك. كيما كنت عندنا مدة ما تلاقيناش سي عمار، كذلك فاروق اللي كنت أشرفت على تدريبه في مديرية العاصمة 2008، لعبنا حتى كأس أفريقيا في مصر، ونتشرفوا تعرفنا على أخونا وحيد، كنا الحمد لله. مرحبا بك فاروق، كذلك القوة الضاربة تاع برامج الرياضية لنوميديا تي في، مرحبا بك فاروق. السلام عليك خويا محمد، توجور بليزير. قلت لك مجدي عندي قريب 11 سنة وكذا، سيربريز كيما قال الرئيس، صافي بليزير. والرئيس انسان اللي بعد اجتماع المكتب الفيدرالي يعني عيان وجانا نحبوا هكذا الرجال هكذا اللي ديريكت، والحمد لله ربحنا معاه في كوب دافريك. صحيح، جا تجوز معنا هكذا افون لي دومي فينال واقيلا. صح، قلنا له لازم نجيبوها كيما جبناها وصافي بليزير ورافق. ان شاء الله ماذا بينا توجو نلقاو رجال اللي يحبلي تغيدهم الجزائر باش يمدوا لنا لو بليس، كل واحد في الدومين ديالو ويروحوا دروا بيت كفانا منافقين وكدايا. يا نمار كثروا بزاف كره القدم الجزائريه، احنا دوكا كل واحد في الدومين ديالو، نهضروا احنا الدومين فوتباليستيك، احنا ماذا بينا يجوا الرجال بمعنى الكلمه، ماشي هذوك تاع الكسات امبوريا كسات والكذب وكذا ويتنفقوا وكذا. يا لما لازم الحراك كبير دوكا نضربوهم. رفيق نخلي رفيق اليوم البازوكا هو الحراك بقياده رفيق وحيد. مرحبا بك رفيق. شكرا. الحراك يكون دائما ايجابي اكيد من اجل مصلحه الكره الجزائريه. نتشرف دائما بحضور فاروق معايا الشيخ غدي لاول مره، عندك استثناء في الحراك على لا لا ما الحاجه المليحه فيك جيت قابل، هذه ماشي كيما عبد الكريم مدور اللي يشترط عدم حضور رفيق وحيد في بلاطو باش يجي البلاطو تاعو، وكون رفيق خويا كون واحد يشوف صباح يلقى ارتيكل عليه وزيد اهلي نجم يجي ما ظنيتش كان يجي. سي لا ديزيام فوا نكتب عليه في الخبر خطره، حط في الولدي خطره على الولد. هضرت عليه ديجا واليوم عطاني انا بصح نضحكم عليه، انا نفرق بين العمل تاع الصحافي ولابد ينتقد لابد يقول. شوف قول هذا هو دو لو ميم كونتكست، انا داير بابي عليه وداير بابي على المولودي على لوكو وكلش، والناس كاين ناس كانوا ضياف عندنا هنا على كل حال سونسيتي نو في الفيسبوك دا بسودو جورناليست، ومن الناس هذو كانوا يعني لوجيكمون حابين يعني يكرموني. ما يهمش ولا التكريم عندي، مانيش نرتقي لدرجه باش نتكرم، لانه اللي يتكرم يدير كتابات وخمم ودار حاجه جديده، مانيش نشوف روحي درت حاجه كبيره اصلا نتكرم عليها. ثانيا اللي يكرم لازم تكون اونتيتي اللي مؤهله تكرم، يعني فوق كل الشبهات. ما ولاش دوك انت اللي يجي يكرم واللي يجي يتكرم. في النهايه قلت لك كتبت على البولو ديال ليكيب اللي اون توكو سيبورتور اللي نحبها، يعني شي تقول شوفها، ولكن اون توكو جورناليست ما عندي لا صاحبي لا ايكيب هذا هو الصحفي الحقيقي. ولكن في النهايه لي بسودو سيبورتور، لي بسودو ديريجون، لي بسودو نيمبورت كوا، هما
اللي ياخذوا الاشياء بحساسيه وبمنظور ضيق. سي بور سيت ريزون قلت في دو بابي اليوم واحد فيهم ما كنتش حاب اصلا نرد لانه كون سافي دو بي با تو تير لا شارج ميكس بور ليكسبيريسيون. مي سي عمر بهلول في النهايه يجي يقابل وحنا جو فوتي الشابو فوالا. وحنا كما جرات العاده نبداو البرنامج تاعنا بهذا الفيتيار الموضوع اللي لخصنا اهم المواضيع بالنسبه لنا، اهم المواضيع اللي ميزت كره القدم الجزائريه خلال الاسبوع. أقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم على فسخ عقد مدير المنتخبات الوطنية لودوفيك باتيلي عقب فشله في قيادة المنتخب المحلي إلى نهائيات شان 2020 المقرر عليه، خصوصاً وأن الواقعة جاءت قبل مواجهة نادي نصر يغطي فشل سياسة الفاف في مشروع التكوين. حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على المركز 38 عالمياً، وحسب الترتيب الشهري للفيفا فإن التعادل الخضر في ودية الكونغو الديمقراطية والفوز المحقق أمام كولومبيا بملعب بيير موروا بليلة الفرنسية سمح للأفناك بالاكتفاء بالمركز الرابع قارياً بعد كل من السنغال تونس ونيجيريا. لم يتمالك رئيس مجلس إدارة اتحاد الجزائر بوعلام شندري نفسه عقب نهاية مواجهة اتحاد الجزائر بالضيف أهل البرج، وفتح النار على المسؤولين في هرم الرياضة وكرة القدم مؤكدا بأنهم يسخرون من النادي الذي لم تنفرج أزمته بعد. نهار اللي تلاقينا بالوزير بروميير فوا اي دونك كيل كونديسيون عطيناه الدوسي ومن بعد مساء في لانيون برعتنا قال ما جبتوليش الدوسي كوم سي سيتي لو دوسي امبورتون. هاك عارف الوضعيه ديالنا. أكد عضو الرابطة المحترفة لكرة القدم عرس هرادة أن الرابطة تتحمل كامل مسؤولياتها في أي قرار يخص قضية مقاطعة اتحاد الجزائر للدرب العاصمي أمام مولودية الجزائر. المكتب الفيدرالي وافقنا على اساس اننا ممكن ان ننظم المقابلات المتاخره في الايام اللي تاع الفيفا في اللي جو في اللي دات فيفا. واكد المكتب الفيدرالي على انه اذا كان مقابلات ما فيهاش مشاكل حسب المناقشات اللي صارت في المكتب الفيدرالي. كشف المدير الرياضي لفريق مولودية الجزائر فؤاد صخري حقيقة القانون الداخلي الذي أحدث ضجة بسبب رفض اللاعبين للتوقيع عليه، خصوصا وأن الواقعة جاءت قبل مواجهة نادي نصر حسين داي. هذه هي خرافات وكذب، والكذب أنا ما نريبونديلوش. هذا وين كنت نقول باللي كثير من الناس يعني اليوم ما يحبوش الخير المولودية، واليوم راني دوكا عندي 3 شهور ونص راني نشوف بعيني. يواصل شباب بالوزداد ومولودية الجزائر تقديم عروضهما القوية في منافسة المحترف الأول، نتائج كشفت عن رغبتهما في التتويج بدرع المحترف الأول. شباب بالوزداد عاد بفوز ثمين من بلعباس، فيما قاص مولودية الجزائر على الجار نصر حسين داي بثلاثية نظيفة 17 نقطة وضعتهما في الصدارة. إذن راح نبدأ ربما رفيق وحيد مع إقالة جديدة على مستوى مديرية المنتخبات الوطنية. الفاف تقرر فسخ عقد الفرنسي لودوفيك باتيلي بعد الإخصاء المنتخب الوطني المحلي من تصفيات الشان، إخفاق جديد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالنسبة للمنتخبات الشبانية. أولا أنا نحب دائما نولي نحط النقاط على الحروف. باتيلي كي جابتو لا فيدراسيون وسي عمر بهلول الحاضر هنا يقدر ياكد جا اونطونك دوان مدير المنتخبات الوطنيه في تعليمه سابقه كانت لوزاره الشباب والرياضه تحدد كاين لا دي تي ان ومن بعد يجوا تحتها 5 كاين لا دي ان ديريكسيون تاع لي ديفلوبمون تاع ديتيكسيون دو جون تالون لا فورماسيون اي بروغراماسيون سبورتيف سي سا كاين 5 سو دير لي مهمة الدوان اللي جابته لا فيدراسيون جون دو فوتبول هي إدارية وتقنية. نطرح سؤال، هل كان في عقد هذا المدرب دوبل فونكسيون يعني دوان ومام طو مدرب تاع اليو 23؟ ثانيا هل من بعد داروا له ان افنون ردوه مدرب تاع الابريم؟ لازم توضح لي العقد
تاع هذا المدرب حتى يقول لك فشل في المهمه اللي جا ليها. ما مش تكلم على باتيلي، على باتيلي اللي فشل ربما فشل جديد بالنسبه للاتحاد. نبدا لا نبدا باتيلي نبدا باتيلي احنا قلنا باتيلي لوجيكمون جا دي ريفيرسون ما وضحتش من هذه الناحيه. قلت لك يولي فشل الاتحاديه لانه الامور مبهمه نوعا ما في عقد باتيلي. ثانيا الاخفاق اللي يكون واضح هو اخفاق لإيفان طرا، ولا انه لحقوا ديرني تور سيتي يعني سور ان كودي مالوريزمون ما جزاش، وانما يبقى انه باتيلي ما كانش مدرب تاع إيفان طرا، من المفروض ما كانش مدرب تاع إيفان طرا. يبقى الابريم الفشل هذا اللي ما يتحملوش المدرب باتيلي للاسباب اللي نحب نقولوها اليوم مع احتراماتي وحضرتك. باكلينا المنتخب هذا فهمك حاجه اليوم الناس لا فيديراسيون تخبات مور المدرب بالماضي، لانه جمال بالماضي عنده اجماع وطني واش يقول عنده الحق والنتائج. بالماضي قال في متاخر ابري براتيمون اون اني انا ماشي مدرب تاع المنتخب المحلي، والناس خلاص قال بالماضي سي فيني. لا فيديراسيون شويه ما جاتهاش الضربه لانه بالماضي هذه، ولكن جو بونس كو الاخفاق تاع المنتخب المحلي فيه نوع من التسيب اكثر منه اخفاق، لانه في سولوسيد لا فيديراسيون جان دو فوتبول مكتوب نوار سور بلون لهذا المنتخب ما حضرش مليح، وكانه منتخب خطير فيديراسيون ماشي كانوا يتكلم على نادي، هذا منتخب تحت مسؤوليه الاتحاديه. ثانيا في ظرف يوناني عام وحنا ما على بالناش لا فيدراليه لا بالماضي لا باتيلي، بدليل ان لعبنا ليفان 3 ماتش دابليكاسيون مع المنتخب المحلي، يعني بوسيبل انت ان اونترينور يحكم دو زيكيب يلعب بهم ماتش دابليكاسيون، لا الجماهير لا الراي العام لا الصحافه لا شكون المدرب المحلي. في النهايه كي تزيد انت لا غوت كي في ديبوردي الفاس انه لا فيدراسيون تعترف وتلزم بان المنتخب كان خارج الحسابات. في هذه الناحيه تولي بور موا سي اون ماسكاراد. تزيد علاش؟ تزيد على عده اشياء يعني ارتجاليه في قرارات الاتحاديه. لماذا؟ لانه كي جاب مثلا بوعلام شارف تشوف ان دي ان بعد جاب لي زونترينور اللي معاه اشيو وسبع وبوجله كان الاتفاق وسيتي مكتوبه يعني وقالها البريزون فيدراسيون جينا نفورميو حنا لا فورماسيون، فاذا به المنتخب كي يخسر ولا مطالب لو ريزولتا. اذا حبيت نفهم لا فيدراسيون تحدد الموقف تاعها. انا سي عمر بهلول راح يفهم. هل اليوم جبنا الناس نخدموا على لون تيرم ولا جينا نحوسوا على لو ريزولتا ولا نقدروا نسمح لي بول على خلافات شخصيه كي صارت مع بوعلام شارف مع رابح سعدان نقدروا نضحيوا بالكفاءات على حساب بالمشروع تاعنا بالمشروع هذا اذا كان هناك مشروع على حساب مصلحه الكره الجزائريه. شوف ربما البعض ما القضيه هذه ما رجعش فيها للوراء، نرجع الى مقابله تاع قطر والجزائر اللي قادها بالماضي فيها الا بجناح كل اخرين بنجاح وبليلي بليلي كل اخرين محليين. لما تهز 8 ولا 10 لاعبين اللي كانوا محليين اليوم راهو راحوا زغبة شيتا بن خماس هذوما كل لعبوا في كانوا في محليين. لما تنحي هذه وربما الشيوخه من هنا لوساتور تاع لوساتور كامله راحت لان الامكانيات تاعها قدروا باش يروحوا الى 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 نوادي اخرى خارج الوطن. هنا من الصعب جدا وانتم تدركوا جيدا يعني باش تكون انت فريق في على مدى قصير تجيب لاعبين تهزهم، المستحيل ان الفريق هذا تنتظر منه باش ينجم يعمل باش 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 نكون فريق لازم يكون عنده مدرب، وحنا المدرب معليش 48 ساعه. انا حبيت نقول لك سمعنا شفنا القائمه ما شفناش المدرب محمد. انا نقول لك السبب الاساسي مهما حتى يكون عندك مدرب عنده كفاءة وربما الشيوخ من يجمو يحلوا لنا، لما تخرج انت واحد العشرة لاعبين اللي كانوا هما لاعبين محليين بحكم ان هما خرجوا الى الخارج من الصعب جدا ان تنجم تعمل نتائج. ضف الى ذلك صحيح ان ما كانتش حتى بالفريق هذا ما كانش فيه نجم نقولوا مقابلات وديه ولا تحضير جيد على الاقل تحضير هذا مع لكن العامل الاساسي بغض النظر على المدرب نقول لك باللي الحمد لله نجم نقولوا
المقابله اللي دارها في قطر تخرج العشرة راحوا. انا نقول من الصعب جدا ان باش تنجم تغطي هذاك المشكل. اسمح لي يعني المشكل ماهوش مشكل تاع مدرب، علاش ما نفسخ عقد؟ المشكل تاع نفسخ العقد تاع باتيلي نخليه. ما حبيت نقول لك ضيف الى ذلك لما ربما لان المعنيين بالامر احنا كاعضاء مكتب فيدرالي ما احناش تقنيين، ربما بعد المقابله اللي في سطيف، ربما مع هذيك المقابله ربما دخلت الشكوك بان لابد حد كما عملنا في اللي شكون قال لك اليوم راح نوصلوا بالماضي النتيجه هذه. عدينا على عده مشاكل، عده اختيار ما كانش في محله، لكن الحمد لله وصلنا. لان لابد تغلط، لكن نقولوا ديما نقولوا الصواب هو انك تصلح الغلطه تاعك. ربما هذا ما مر، ربما خفقنا فيه ان شاء الله. ماهوش ممر اول ساعه مر به، معليش. مي هذه دركا 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 نهضروا حاجه ونكونوا صريحين. كنا اولا ركزوا على الفريق الف، شوف اليوم وش لما واحد يوصل للنتيجه. دركا الشيء اللي درناه في ولينا معليش الفريق المحلي واللي دركا كان بكل ما يبانش، خلاص نهضروا بصراحه ما يبانش. كنا ديما مركزين على النتائج تاع الفريق لان الوقت هذاك ما كانش نتائج تاع الفريق الف. دركا مليح ان دركا كل يهتموا بالفريق هذا ابريم وكلو ننتقدوه، هذا شيء جميل على المحيط. لا سؤال، اسمح لي شيخ، السؤال تاعك بالماضي هو اللي راح مع ليكيب ابريم ابريم سي سا لوكول قطر، لماذا ما راحش باتيلي؟ تعلم جيدا دركا بالماضي ماهوش متفرغ، لان بالماضي عنده مهمه كبيره في جلب اللاعبين، تزويد اللاعبين. درك هو اللي يراقب على مستوى خارج البلاد مراجع جديد المنتخب. انا نقول باللي هو درك نهضر بصراحه الشيء اللي وصلت للفريق الوطني لابد ما ينجمش زيد تحملوا مسؤوليات اخرى باش نجم الفريق الوطني يبقى في هذا المسار. والحمد لله المقابله هذه اللي فاتت ثبت بانه هو مازال واقف باش يبقى الفريق على، وهذا يدركوا جيدا، باش الفريق يبقى على الطاقه تاعو، يبقى على القوه تاعو. من الصعب جدا باش انا حبيت نسالو سي عمار على هذا مسيو باتيلي لا ديميسيون الاقاله ديالو سي صح، فسخ العقد، فسخ العقد ديالو. اسك لا كومبيتونس ديالو ما جابتش البلوس للفريق الوطني ولا لي زيكيب ناسيونو، ولا باسكو على النتيجه هذه الاخيره اللي نحاوها؟ انا دوكا باش نحيه باسكو ما مديناش حنا اهميه 100% للفريق هذا المحلي. كيما قلت انت راحوا ديجا راحوا لوساتور دي جوار وكدايا، ابري ما كانش مدرب اللي قال بدا سي شعل عندهم خمس شهور ست شهور يلعبوا في قطر عندهم افون لا كوب. كنا قادرين من تم نعاودوا نحطوا مدرب ويشرف عليها ويبدا ما عليناش. مي هذا دوك انا جو با بلي هذا يفعل هذوما ولا على المقابله هذه الاخيره والمقابله تاع الاي 23 نجيبوا نحيوا هكذا بسرعه. انا كنت مادابيا دابا تيليز نعطوا له فرصه واحده اخرى ونعطوا له ونشوفوا اخفاق مع المنتخب الاولمبي واخفاق مع المنتخب. ليش اخفاق يا محمد؟ اخفاق مدرب كمدرب ومدرب اخفاق في ان ماتش في ان ماتش هو جاب ان ماتش نيل من الكانا، الناس كاع كانت فرحانه. عندنا مده ما عندناش حنا فريق يروح الكانا يجيب ماتش نيل. الكانا سي البرازيل تاع لافري خسر مقابله العوده في سطيف، دوك حنا الظروف ما على بالناش كيفاش. مي على ان ماتش تلحي مدرب انا هادي شوي كونتر. انا مدرب هذا نعطيلو ان شوت باسكو شاك فوا نحينا شرف نحينا الشورما نحينا بزاف مدربين وما ناش ما استفدنا في وقت راه ايه ايه وي وي نو نهضروا كاع جامي استفدنا من الشبان ديالنا. جبنا دي تي بليزيور جينيراسيون تروح هكذا تروح هكذا نجيبو ناس كدايا من ليترونجي كفاءات ونعطوا لهم عام عامين ثلاث سنين ونحاسبهم. علاش دوك كي تحوزوا هذا وراح دا دراهم راح زيد جيب واحد اخر يخفق ما باش يخفق في دو ماتش ولا زيد تلحاه. صحيح كما صارت من قبل لازم نلقاو الحل هذا. شحال كلينا من دي تي وشحال كلينا من دي تي ولا كلو بولي. انا نظن نبدا من كلام الاخر تاع سي عمار نقول ماهوش الا الفريق الوطني الف اللي لازم يعني لازم يهتموا به وكل ما هو يرفع الرايه الوطنيه ابريم ولا ايفان تروا ولا حتى الانتريز كل ما يحمل الغلال الوطنيه المفروض نعطوله اهميه. انا نقول باللي المدرب لازم ناخذ العبره من بالماضي.
بالماضي المدرب الجزائري نظن اللاعب الجزائري عنده خصوصية معينة، خصوصية نفسية. نظن انه سر نجاح بالماضي اللي الناس قاعدة تتكلم، سر نجاح بالماضي هو اللغة اللي راح يتكلمها مع اللاعبين، والروح التضامن اللي دارها مع اللاعبين، ولا سوليداريتي ولا كومباتيفيتي، والدنيا هذيك كلها اللي دارها بالماضي هي اللي ساعدت باش تعطينا النتائج الموجودة، لانه نفس اللاعبين اللي كانوا مع المدربين الاجانب الاخرين هو نفسه جاء بالماضي غير، لانه الجزائري هو لاعب خاص على كل اللاعبين، نقول العرب يعني ولا المغرب العربي، لما تحرك فيه الحس الحماسي هذاك راح يعطيك كل شيء رغم ما كانش فيه تدريب. وش اللي صار في المنتخب الأبري؟ لما تبع المنتخب انا تبعت تفرجت مقابله تاع يوفان تروا، لاعبين ممتازين وحرام، ولاعبين تعقلنا كنا قادرين نفوز عليهم اكثر، لكن اللغه وش من لغه وش من حراره وش من رايه راح تتكلم عليها انت كمدرب مع اللاعبين اللي موجودين هذيك. وزيد بور كونفيرمي الكلام اللي تكلمناه اللي كنا نتكلم فيه دوك، انه وكيفاش تحضر فريقك وانت 48 ساعة ماكش موجود؟ مستحيل ماكش منها مدرب. انت تبدأ التحضير النفسي والتحضير بسيكولوجي، وكيفاش تدخل للمقابلة وكيفاش تحضرهم وكيفاش راح توجد كيفاش حتى توصل للمقابلة، وخاصة ونعرف باتلي شي هو المقابلة وش تعني لنا وش تعني الجزائر مقابلة المغرب. أنا نظن الأبريم لو خسرت مع فريق آخر ما كانش راح تكون عليها الضجة هذه كاملة. أنا نقول لك كي كانت مع المغرب ما تنين يشوف فيها المقابلات كلها كيف مستحيل يحس بها، هو عنده شهريته وخلاص، هذه مستحيل يحس بها. أنا نقول حاجة تكلم عليها الأخ وحيد، قال بدو مشروع. المشكل في الجزائر احنا لهنا لما نجيبوا بعض إطارات الجزائرية وما ينجحوش، نحكم على كل الإطارات الجزائرية اللي هي أكثر من 1500 إطار نحكم عليها بالفشل، وقالوا كنا قادرين الإطارات اللي كانت موجودة ما هيش اللي هي الأكفأ، هي الأكفأ، ولكن اليوم نحكم عليها بالفشل ونبقوا نجر وراء المدربين الأجانب. مانيش ضد المدربين الأجانب، أنا نخدم في تونس وخدمت في ليبيا وخدمت في لا، لكن شكون هو الأكفأ اللي موجود؟ شكون هو اللي خاصة الجزائريين؟ أنا نقوله حتى مش تخدم في فرق، مرات مدرب جزائري ما تقدرش تخدم في بعض الفرق، تقدر تخدم في فرق ما تقدرش تخدم في بعض الفرق نظرا للذهنية الموجودة على مستوى الجهة هذيك. حبيت تقول جماعة أنه يعني نتائج منتخب الوطني الأول ونتائج جبهة جبل بالماضي هي الغابة، يعني اللي راهي تغطي الغابة أكيد أنه عندنا المنتخب الأول عندنا جمال بالماضي، كنا صراحة يعني ندعم نولي للوراء لا فيدراسيون كي جات سيتي اون ديسيزيون تاع البريزيدون فيدراسيون فو ليكيب أ سيتي ألكاراز سيتي لا بيست إسبانيول وهو يامن بلا بيست إسبانيول على جال الأكاديمي سيتي أن شوا أسكو شوا دخل في دي كريتير من فوق دي كل دي تي ان ويديروا دي كريتير اسكو اجنبي ماشي اجنبي ولا محلي واش من مدرسه خدم في منتخبات ما خدمش هذه الاشياء تدخل جابوا الكراز انا بور مو سيتي خارج المعايير فاذا به ما نحكمش انا على المدرب مانيش كف اهلا باش نحكم على مدرب اعلامي انا نعطيك نتائج فشل المدرب فشل الكراز ثم جاء نوتر شوا اي سيتي شوا فيه تدخل السلطات من فوق ماهوش شوا تاع لا فيدراسيون باسكو تكلم على ربح مجلس إيه كان بالماضي وكنت تحدثت مع السي عمر بهلول سيتي بالماضي لا دانيير مينوت في الليل جا ماجر وعلى بالكم بلي ماجر 15 سنة ما خدمش يعني نهضروا بول لو بي تاع الفوتبول في النهايه المنتخب الاول كان في طريقه الى فشل وفشل شكون اللي جا لو سوفر بالماضي وتعرف الظروف اللي جا فيها لا فيدراسيون كانت دومور وكان لازم لهم اسم اللي يسكتوا به الناس كتقول المدرب عالمي في النهايه باش ابيزيو شويه لي اسبري في النهايه ما صابوش بالماضي الشعب يقول بالماضي جابوا بالماضي او موا باش يكسبوا الشعب فاذا به بالماضي كفاءه كبيره ويدخل في المعايير ونجحنا وكانوا حبسنا التم يعني ما يمشيش بالماضي صاي واني معك سي عمر بهلول هضر على البيرو فيدرال كهيئه بالماضي نجح كما قال الشيخ هذاك الحماس عنده الخطاب الحماسي عنده هذيك حب الوطن اكس انترناسيونال يعني كانت كل الظروف كل مؤشرات تحيل انه قادر ينجح وينجح اير نحي المنتخب الاول اللي نجحنا به يبقى لك السياسه تاع لا فيدراسيون المنتخب المحلي ما كانش عنده اصلا مدرب هذه بوستي ماسكارد لو 23 قريب ما نقولكش نتيجه كارثيه ولكن يعني تلعبت على دي ديتاي لي اوفا ما كاش وتنحاو مع الستاف اللي جبتوه اون طونك دي جون فورماتور عندهم اسم لي اوديسات ما كاش لي كي فيمينين ما كاش ولا شيء كاين
على مستوى الاتحاديه. ما حبيش نزيد ندخل لك في مشاكل المولوديه ودوس على القانون والاشياء هذه اللي صراها. في النهايه نحي ليكيب ا اللي ترجع بالماضي بدرجه خاصه بالماضي واعطيتك الارغيمون على لابوي لا فيديراسيون جوبونس فشل مور فشل مور فشل مور فشل. اسكو لا فيديراسيون اليوم سؤال بسيط عندها مشروع حقيقي واضح المعالم؟ شوف انا ناكد لك باللي تو دابور ما تنساش لا تبادل على لا ديتيان وسي عنده مشكل الناس عدان درك ما يشفاش عليك باللي ما يخفاش عليك بان عامر شفيق مون با مازال ما كملش عام عنده ان بروغرام والدليل عن ذلك تكلمت صحيح على لوي 20 ولوي 17 انا نقول لك ديجا دي تورنوا تاع شمال الفريقين لا حتى تاع طولون تاع يا بوكو دو رونكونتر يل فون مولتيبلي لي رونكونتر تاع المنتخبات هذه اللي تحضر عليها حتى دي تورنوا سي لو بلان مونديال راح يشاركوا فيها. يبقى اساس تاطير لونكادرومون كي فا ان تي بو انكادري هذم لي منتخبات نقول لك وي باسكو علاش انا قلت لك واحد هذه النقطه اللي هذه اشار لها مش انا قلت لك درك الاختيار وقلت انا بالحرف الواحد النهار لو كون مع بالماضي ما ننجحوش مع انا وحنا من الناس غير نروح وقلت حطها في القنوات مع باتيدي اختارته مع باتيدي البريزون فيديراسيون كما هضر فاروق عليها البريزون فيديراسيون كي جا قال لك انا جيت مشروع تكويني لانه عنده مشروع ناجح تاع بارادو بصح الاقاله تاع عامين بعدها ما كانش الاقاله تاع شارف واش قال ما كانش لي ريزولتا فهمنا ديروا لا فورماسيون شوف اللي كان شوف معليش كنت كيهضر على كيهضر على فورماسيون ديفلوبمون انا نقول لك اليوم نهضروا من ناحيه منهجيه نقول لك اليوم خميس مليانه راهي مركز في انتظار لا خميس مليانه خليني لان شوف نقول لك تكوين تطوير مستحيل في عام ولا عامين نجم تعمل نتائج سي با اوجوردي لان احنا وهذه ما نضرقوش لان احنا باش نجموا نقول المديريه الفنيه باش تنجم لكن عندها مشروع وتقدر ماهوش بالاخفاقات تاع عام ولا عامين لازم تنتظر ربع سنين وخمسه مع البرنامج على مستوى النوادي كل كيفاش قاعدين حتى هما باسكو سي اوفيت هذا من اللاعبين سي لا برودكسيون سي لا برودكسيون شوف انا نقول لك حاجه برك باش نجاوب الاخ وحيد على مستوى الفريق الوطني ما نكونوش ما نقدروش نكونوا كي نكونوا في الفرق على مستوى الفريق الوطني انا نقول لك لازم ناخذ باش يكون في المنتخب الوطني قال لك انا سياسه تاع البريزون فيديو قال لك جيت ندير تكوين على مستوى الفريق نعتذر منكم راح نتوقف مع هذه الصفحه الاشهاريه ثم نعود لكم مشاهدينا الكرام.